السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. الفيديو ديال اليوم كنتمنى يعجبكم، دايرين واحد الخرجه زوينه وبغيت نشاركها معكم. شحال هادي ما صورت هاد الخريجات. المهم دارنا كراو فواحد البلاصه زوينه وبغيت نشاركها معكم، واحد البلاصه سيدي رحال. المهم يلا دابا خدينا لوطوروت كما العاده. لاول مره غادي يشوف الفيديو كنتمنى يشترك باش يوصلوا كل جديد، وما تنساوش لي لايك، راه كاين واحد النقص كبير في لي لايك. المهم بقاو معنا حتى الاخير. هذه الدخله ديال حد السوالم، خدينا لوطوروت. شو شقينا في الطريق هنا، بارك الله شحال الجمال. شوف واحد السوالم كي ولات تبارك الله، اول مره غنجي ليها حتى عمري ما جيت ليها. جباتني صراحه نقاوها والشوارع نقيه. وحنا وصلنا، هذه هي الدخله، عرفتي من بعد تما تلفنا كمال الطريق، هي جات شويه ما بيناش في الدخله ديالها. غادي كنسولو غادي كنسول حتى فتنا الطريق وعاود رجعنا. المهم هذه هي الدخله ديال هادو كاع الدور اللي كيتكراو هنا. حق هنا ديبليكس، كان غير ديبليكس غزالين باقيين هنا كيتبناو. هاد الاقامه اللي حنا غاديين ليها جات حدا البحر، يعني هي قريبه للبحر، هادو شويه بعاد على البحر. هي جات تقريبا واحد 5 دقائق بيننا وبين هذيك الاقامه والبحر، 5 دقائق. حاولت نصور لكم الدخله ديالها، بلاصه زوينه نقيه واخا بعيده على كل شيء، ولكن زوينه. خصك ضروري دي معك كاع داكشي اللي كتحتاج، خصك ديه معك، ما تعوش انك تاخذ شي حاجه من هنا الا وانك خصك تمشي بالطوموبيل، ما تقدرش تمشي على رجليك. هي هذه موزونا سميتها. شوفوا الدخله ديالها فين جات، حتى هاد البلاصه راه كنا فتناها عاد رجعنا عاوتاني، يعني مع الدار بالتليفون كنهضروا معاهم وكينعتوا لينا. هما هادو الديور اللي على اليمين، وعلى اليسار راه كاين البحر. صورت شي فيديوهات دابا نحطهم حتى هما. كاينه واحد الهبطه على اليسار كاين البحر، والديور كاينين على اليمين. حنا دخلنا، هادو هما الديور، صراحة واعرين. دوزنا واحد اليومين غزالة غزالة، عرفتي كتحس براسك يعني سافرتي تاع بصح ورجعتي. هاد اليومين غزالين روعة. أنا حاولت نصور لكم غير لقطات، ما بغيتش ندير فيديوهات طوال، يعني غير بعض اللقطات. حنا وصلنا، ديور هنايا هما هادو، هو البحر كيهبطوا ليه هنا على رجليهم من هنايا. ها هي الدخله. شو الدنيا كالمية. شي غاري الطوموبيل، حنا سبقنا هنا. منين؟ انا مع الدخله بديت نصور، ما ارتاحيتش، باقي كاع ما دخلت للدار وكنصور. عجبني المنظر هنايا، قلت نستغل اي فرصه هنايا اللي قدرت. ما كتكون الدنيا عامره ما كتبغيش تصور، قالت لي انا الدنيا خاويه شويه، صافي بديت كنصور. وصلنا مع ديك الوحده، كانوا هنا كيصفيو البيسينات، يعني حتى واحد ما كيعوم، الوحده للجوج.
صافي وبديت كنصور هنايا. هنا من فوق البالكون، الصورة من الفوق، كاين تما واحد بحال الحانوت كتقضاو منه. صباح حنا خارجين، البارح عيان سهرنا بزاف هذيك السهره. ما فقناش بكري، حنا غادي نتبردوا شويه. كاينه الموسيقى هنا، غنحاول نبقى نهضر باش ما تسمعش الموسيقى، باش ما عارفين مع المشكل ديال الكوبي رايت. انا غادي نحاول نقطعو شويه باش ما تسمعش الموسيقى بزاف. قطعت هنا الصوت، الموسيقى مجهده. المهم هنا راه الصباح، الدنيا باقا خاويه، واليوم صبحت واحد الحراره خطيره سبحان الله العظيم، واحد الشمس خايبه خايبه بزاف كما كتشوفوا. الناس باقيين ناعسين، تقريبا هذه راه العشرة ولا الحداش، فقط الدنيا ما عمرات الشتال، ورا الجوج عاد كتعمر الدنيا مزيان مزيان، البيسين كيعمر. كاينين تقريبا واحد ثلاثة ديال لي بيسين، كاينين جوج هنا قدامنا وكاين واحد من الجهة الأخرى في الدخله فين صورت لكم، وكبار. زينب انا دخلت صورت لكم الدار، سمحوا لي شويه مرونه لان فعلا ملي كتكون مسافر كلشي كيترون مع الدراري، ما كتقدرش تجمع كل نهار، يعني غير كنجمعوا داكشي اللي كنكونوا ناعسين فيه صافي وكنخرجوا. جو الصباح مشمش اليوم، النهار الوحيد اللي عمت فيه ما قدرتش نعوم كل نهار، اي مره واحده صافي وعييت. هنا تلقوا لهم النافورات باش يعوموا فيهم الدراري. هذا محيد لي بوي، حنا جينا للبحر نتمشاو واحد شويه. هما شوفوا البحر بعيد على الدار تقريبا شي 5 دقائق، راه هما الديور. حنا غادي نوريكم الطريق، جينا تا قرب المغرب، زوين المنظر هنايا، خاويه الدنيا، كانت الدنيا عامره قبيله، ملي قرب المغرب كتخوى الدنيا شويه، كتبقى فين تجلس بعدا. الطريق ها انتم مهمين، جينا هم الطريق
الجو زوين، هاد الريحة كي دايرة هنا، ريحة العروبية وريحة الدخان. هاي الدخلة، هذه الدخلة ديال الطوموبيلات. لا ما تهزي هذا باش تدخل غير الجن. هذه الدخلة غسلو رجلينا، بعدا دايرين في الباب. وهذا هو الاخر ديال الفيديو. صراحة دوزنا احلى ويكاند غزالة، وطحنا في واحد الجو اللي زوين. الى عجبكم الفيديو خليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، واللي ايضا بغى يعرف شحال الكرا اليومي او الاسبوعي يخلي مساج، وان شاء الله نقول لكم شحال. كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد باذن الله.